طلع على البحر. حاضر مش هكل. حاضر عايزة عايزيك البحر. لو صوتك طلع امشي قدام امشي. حاضر افتح خزنة دي. حاضر حاضر صوتك ما يطلعش. حاضر مش حط اللي عايزه. سيبني بقى سيبني ارجوك. مامي زيد ابعد يا زيد ابعد انت يا حبيبي. تعبيط يلا سيبها. اوعى بقى سيبني. اي ابني ابني زيد الحقونا. توجع قوي يا مامي. بس ده كل اللي حصل. طب انتي كويسة؟ حد من الولاد جراله حاجة؟ زيد اتعور في دراعه بس الحمد لله بسيطة والليلة عدت على خير. طب الحمد لله. طب ينفع بعد ده كله انك تيجي المدرسة؟ ما هو حضرتك ما كانش ينفع ما اجيش من اولها كده. لا ينفع، صحتك عندنا اهم من اي حاجة. ميرسي يا مستر صفوت. على فكرة بتكلم جد، لو ينفع تمشي يا ريت تعملي كده. لا 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 خالص، انا هاخد حاجه للصداع واشرب الكوفي وهبقى تمام. صباح الفل يا عم بدر. صباح الخير يا درش. تشرب شاي؟ لا فكك مش شاي، انا جاي اقول لك كلمتين. انا سمعت ان الواد قاسم بيرسم على الشقه بتاعت ابوك عشان يوسع الكافيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش كلام، ده اللي انا سمعته. اقول لك ايه، اوعى تكون مديون له بفلوس يا عم بدر. الواد قاسم ده اللي متغطي بيه عريان. انا مديون لقاسم؟ انت اتجننت؟ اه يا حاج محمد، لا انا مش محتاج كتب دلوقتي، لسه عندي كتير. يا سيدي ما تقلقش، اصرف اللي عندي وبعدين اجيلك. لا ما تقلقش كله مكتوب. طب انا هجيلك عشان نتفاهم. مع الف سلام. مع السلامه. النبي ايه العده دي؟ ما تجيب لك عده نظيفه يا حاج. امشي يا درش امشي. الله العظيم. انت متاكد انك دورت كويس؟ طبعا يا ميس انا دورت في كل حته. حد منكم شاف الموبايل بتاعه؟ لا خالص. اوكي ميس وسام، لو سمحتي طلعي الكلاس كله بره ودخليهم واحد واحد وعينك عليهم بره. يعني ايه؟ حضرتك هتفتشينا كلنا لايك سيفس؟ ايوه تفتيش مفاجئ. على فكره بقى مش اول مره تحصل ان حاجه تتاخد مننا. اه يعني في حرامي بيننا. ما يمكن تكون ما جبتوش معاك يا ادهم. ازاي انا جايبه معايا انا متاكد. اتفضلي يا ميس وسام. من فضلك يا ميس، احنا كلنا اولاد ناس محترمين، لا يمكن حد فينا هيعمل حاجه زي كده يعني. انا قلت ده تفتيش مفاجئ ليكم كلكم. مفهوم؟ مفهوم. اتفضلوا يلا. مستر وليد حضرتك هتفضل معايا، انت المسؤول عن التفتيش. حاضر. هو انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ بصراحة عندها حق، دي مش أول مرة تحصل زي ما قلت. خلينا نشوف مين بيعمل كده. تتفضل تدخلهم؟ حاضر.
لو سمحت يا مس وسام تخليهم واحد واحد وهنبدا بزياد. اوكي زياد اتفضل. تفضل ابتدي. مفيش حاجة مزدوجة. تفتشوا هو؟ تفتيش. ده موبايلي. ايوه اتفضل. خلاص خلصتوا؟ عايزين مني حاجة تانية ولا انت شايفاني حرامي؟ زيك زي الكل هنا اتفضل. اوكي يا مس. وكان واقف في المحل بتاعه من شوية. يعني كان موجود هنا؟ اه بس انت لو عايزه هتلاقيه في البيت. عارف بيته فين؟ لا بيته اهو شايف خان قاسم الكافيه بتاعي. اه هتلاقيه بقى في الشقه اللي فوقيها على طول. متاكد ان هو هنا في الدور الثاني؟ متاكد. طب يلا يا ابني وتعالوا اشربوا حاجه. حاضر. حبيبي يا بدر. مدي بقى عشان نلحقه قبل ما ينزل. شكله كده مش جوه. يلا بينا. يلا بينا ايه؟ انا هبدله هنا يا ابني. افهم الكلام طالما عرفنا مكانه يبقى خلاص. يلا بينا.